ممرات العمالة والإنتاجية وإدارة الموارد البشرية. دي دراسة مجلس موارد مصر التنافسية عملها بدعم من مشروع Work Force Improvement and Skills Enhancement، مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. أرحب بيكم، نعتذر عن التأخير. أحب أقول we have translation, so if you need translation you can go and get your headphones from your eyes. إحنا أحب أقدم الدكتور حسام بدرية ونفتتح الجلسة النهاردة. كلنا طبعا عارفين الدكتور حسام بدرية، هو أستاذ كلية طب قصر العيني، وهو يمكن معروف برضه أكثر كسياسي، وهو بالرغم إن هو كله سياسي مهتم بالتعليم، هو رئيس مؤسسة بدراوي للتعليم والتنمية، وهو برضه رئيس التكاتف. الدكتور حسام بدراوي هو عضو مؤسس للمجلس الوطني المصري للتنافسية، كان رئيس مجلس الإدارة، وهو حاليا رئيس الفخري. دكتور حسام اتفضل. السيدات والسادة، معالي المدير وضيوفي الأعزاء، برحب بحضراتكم في هذا المؤتمر الهام جدا حول مهارات العمل الإنتاجية والاقتصادية وإدارة الموارد البشرية، التي مع شركاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة وغيرها من الجهات المتكلفة. سيدات والسادة، كلنا نعلم أن التعليم الفني والتدريب المهني وحالة العمالة وكفاءتها هي جزء هام جدا في تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والعالمي. وزي ما كنا بنتناقش أنا والسيدة مدير الوكالة الأمريكية قبل هذا الاجتماع، نحن ليس لدينا مشكلة في الرؤى، وليس لدينا مشكلة في وضع السياسات، لكن لدينا مشكلة عويصة في تطبيق ما نتفق عليه. المدخل للتعليم الفني والتدريب المهني وكفاءة العمالة مرتبط ارتباط وثيق استدامة تنفيذ ما نتفق عليه، وهذا يستدعي أن المجتمع يعرف إن إحنا ما ينفعش ننتقل من نقطة ألف إلى ب ثم من نقطة ب إلى ألف ونستمر على هذا النمط. الواقع الفعلي الحقيقي إن إحنا نملك كل المؤهلات التي تجعل لهذه البلد منتجة لكفاءات على أعلى مستوى. ليه ده ما بيحصلش؟ أرجوكم نزوروا إلى الملخص التنفيذي والدراسة، هتعرفوا أن الجميع متفق، وأنت بتقراها هتقول أه أنا عارف، أيوه النتائج دي أنا منتظرها، أيوه أنا عارف إن التعليم ما بيخرجش هذه الكفاءة، أيوه أنا عارف إن القطاع الخاص والدولة مش بيشتغلوا سينكرونايز، أيوه أنا عارف إن كان في مشروع كيفات فرد محترم جدا لكنه لم يكتمل. ايوه احنا في انتظار ان تصدر القواعد الخاصه بالمهارات والكفاءات ووضعها في سياق موحد للدوله كلها. طبعا احنا عارفين ان لازم يبقى في ترخيص لمزاوله المهنه. ايوه احنا عارفين ان في 1300 مهنه في مصر لهم درجات جداره مهنيه مرتبطه بنظام تعليم وتدريب ونظام ترخيص. طب ما احنا عارفين كل حاجه.
هبتدي الجلسة دي بثلاث متحدثين. المتحدث الأول جوزيف دانو تشيف بارتي للبروجكت وايز بروجكت، والمتحدث الثاني كينوت الثاني هي مسز شيري كارلين يو اس ايد ميشن دايركتور اوف ايجيبت، والمتحدث الرئيسي هو الدكتور طارق شوقي وزير الجمهوريه والتعليم. الدكتور طارق شوقي عليه مسؤوليه هامه جدا، مسؤوليته ان وجوده في الحكومه اثار موجه من التفاؤل ان هناك من يتكلم اللغه التي نريدها. وامامه نفس المشكله اللي انا اتكلمت عليها في الاول، كيف يمكن تطبيق افكاره رغم اعتراضات كثيره ستاتي اليه من داخل وزارته ومن المجتمع ومن الاعلام. فانا هنا بناديكم كقاده فكر، يجب ان نساند الوزير في مهمته لان هتتفتح عليه النيران بمجرد ما يعلن رغبته في التغيير. ونحن لا نملك الا التغيير في اطار التعليم. Four decades of experience in Egypt, Lebanon, Pakistan, Turkey, and the United States. In addition to his technical expertise in workforce development, on the job training, and change management and institutional capacity building, Mr. Danim, the floor is yours. Please allow me first to start the program with an overview of the project, the USAID's Workforce Improvement and Skill Enhancement Project. WISE is an activity in the trade and investment promotion in Egypt, the type agreement that was ratified on September 23, 2015. The partners in type are the Ministry of Investment and International Cooperation, the Ministry of Education and Technical Education, the Ministry of Trade and Industry, the Ministry of Finance, and the U.S. Agency for International Development. WISE is a three-year project ending in October 2018 with one option year. It has three objectives. A, school's capacity improved to better prepare students for the job market that covers the supply side of the labor market. Improved workforce skills and productivity covers the demand side of the market. And improved labor market efficiency and advocacy for workforce development. WISE is implementing the program activities in cooperation with the following implementing partners. 60 TVET schools, the Federation of Egyptian Industries, the Egyptian Federation of Investors Associations, the Egyptian Association for Training and Research Services for Textile and RNG Sectors, the Egyptian National Competitiveness Council, AMENIS, and employees representing WISE's five identified sectors. WISE works in 11 governorates and in 5 sectors. The selection of the governorates and the sectors were validated by the labor study, which we will know about later today. WISE is introducing, in addition, 2 new specialties with competency-based curricula in select TVET schools. To achieve its objectives, WISE uses the following methodology. 1, institutionalize linkages between TVET school graduates and labor market. With the support of the Ministry of Education and Technical Education, and in coordination with the donors community, WISE established units for transition to employment in 60 TVET schools within identified governorates.
It also established a unit for transition to employment in each of the 11 governorates. These units at the local level, we call them schools, coordinate with and guide the units at the school level in their respective governorate. And finally, the Ministry of Education and Technical Education is in the process of institutionalizing the units for transition to employment as an administrative entity in order to create a sustainability model. These achievements would not have been made possible if it weren't for the immeasurable cooperation and support provided by the Ministry of Education and Technical Education, as represented by Dr. Ahmed Al-Yushi, Deputy Minister, and General Halawani, Muhammad Halawani, the head of the technical education sector. To institutionalize linkages between job seekers and private sector employers. And this is achieved through various interventions. The first is in cooperation with the Federation of Egyptian Industries, WISE established a 3R function within the Federation. The 3R is an HR program that promotes, recruit, retrain, and retain labor. Also, in cooperation with the Egyptian Federation of Investors Associations, WISE has established IBDA Rahlitat units within regional units of the National Center for Human Resource Development. The IBDA Rahlitat prepares job seekers in employability skills and link them to employers who provide them with on-the-job training. WISE is also establishing productivity task force within companies and providing them with technical assistance in order to improve their productivity. And finally, again in cooperation with the FEI, WISE will embed an employment portal within the FEI's website. To guide WISE's strategy and validate the selection of governorates and sectors, WISE initiated a labor market study, which will be presented later today. Though not comprehensive, the study is an indicative study stakeholders can adopt and build upon. On behalf of my colleagues at WISE, I would like to extend our appreciation for the Ministry of Trade and Industry, represented by Dr. Shereen Sabah, who provided her support in preparation when we were preparing for this labor study, for the presentation of the labor study. The study includes the main components of the study are survey of workforce and employers, an analysis of the labor market efficiency challenges, stakeholders mapping, and a menu of interventions that contribute to an improvement in labor market efficiency. The fourth intervention is institutionalized endorsement of labor market efficiency. And this will be achieved through the following interventions. WISE will establish a national enabling environment unit within the ENCC, the Egyptian National Council for Competitiveness. It will also create an enabling environment advisory group to act as a strategic council to EEU and advance labor market efficiency initiatives. It will create economic partnership councils or work with existing public-private partnership entities in select governorates to address constraints to labor market efficiency at the governorate level. It will also develop, through all these models, it will develop a three-year strategy to promote labor market efficiency interventions. WISE will build the capacity of stakeholders in each of the established models. Before I close, I would like, on behalf of all my colleagues at WISE, I would like to recognize the valuable contributions made by all those who participated in completing the study, developing and completing the study, and mainly ENCC
Asira and USAID, and in particular at USAID, Dr. Rasha Abdelhakim. And I would like, please allow me to thank my colleagues who worked extremely hard on this study as well, which is a very important study that we hope Egypt can benefit from. And in particular, I want to mention my dear colleague, Dr. Khaled Abdelazim. Thank you all. Thank you, Mr. Ghani, for your brief about the project. May now I introduce to you Mrs. Sherry Garland, Mission Director of the USAID in Egypt. What's interesting here is that Mrs. Garland is coming from a health background, as she was, in addition to the national security professional degrees from the National War College in Washington. She has a degree in nursing, and so she's like me, coming to politics from health background. She's been working all over the world, actually, in humanitarian missions to relieve oppression and in response to the devastating landslides and flooding from 2014 onward in different places of the world. She's been here in Egypt for 3 years, so she had the experience of what is happening here, and I'm trying to give her with us the hope I see talents in this country that needs proper management to appear. Good morning, everyone. Saba Khair, Minister Shaki, Chairman, Vice Chairman Badrawi, parliamentarians who are here with us today, members of the private sector, and distinguished guests. It gives me really great pleasure to represent the American people as we collectively share results from our new study on the labor market in Egypt. The study, conducted through the U.S. Agency for International Development's Workforce Improvement Project, in partnership with the Egyptian National Competitive Council, or ENCC, represents a major step in aligning technical skills with labor market needs. It also paves the way to identifying and addressing the areas of terms that restrict labor market efficiency. Before I share just a few highlights from the survey, I want to acknowledge our government partners. I commend Minister Shaki and the Ministry of Education and Technical Education and the entire team there, as well as the Ministry of Trade and Industry for their invaluable support and cooperation in promoting vocational training and their efforts to improve labor market efficiency. Without this support, we would not be here today. Egypt and the United States enjoy a long and fruitful partnership. I'm especially proud of our joint efforts to prepare Egypt's youth for today's labor market. As well, we have taught young children to read and inspired high school students to study math and science and engineering. We've supported career centers at vocational schools and universities to help Egypt's youth prepare for the workforce. And we've encouraged young entrepreneurs to innovate and to start new businesses and create jobs. For the past year, USAID's Workforce Improvement and Skills Enhancement Project, also known as the WISE Project, has helped secondary schools prepare students for the needs of the job market and help the private sector and their skills of its own current workers and increased retention. Egyptian experts on the project are working with business associations to build partnerships with the government and advocate for reforms to relate
and these experts coordinated the labor market assessment we're here to discuss today. While we learn more about the results and their implications on labor market policy from the panel of experts later this morning, I would like to highlight just a few key results and recommendations that can enhance private sector performance, improve labor market efficiency, and support efforts to upgrade technical secondary education. For instance, small and medium-sized entrepreneurs are reporting not being represented in the discussions and formulations of laws and regulations that affect them. Imagine how their seat at the table could impact the success of their own businesses. Also, right now, more than 80% of workers acquire the needed skills at the workplace as opposed to the classroom. But yet, graduates don't have the soft skills employees demand, such as communication skills, work ethics, or discipline. Based on the many findings, the report offers several key recommendations. For instance, one recommendation is to improve technical secondary education to meet the needs of the market, including complementing sector-based training curricula with short training programs that focus on these soft skills. Another recommendation suggests improving employment services and matchmaking mechanisms, especially for women, to bridge the gap between supply and demand. A labor market information system, for example, could also help accurate data on existing vacancies and skills required by the private sector, as well as a database of job seekers and their credentials. Many of the recommendations you will hear presented validated our understanding of labor market dynamics. And through USAID's WISE project, we've already begun to implement interventions that address many of the key issues identified in the study. For instance, to improve the education and labor skills mismatch, staff from USAID and WISE have partnered with the Ministry of Education and Technical Education over the past year to improve the skills of students and the capacity of the teachers to teach market needs. Through newly established transition to employment centers, students now have access to career guidance and internships that provide practical experience to complement classroom work, ideally leading to employment opportunities. Another major success has been the introduction of logistics as a new specialization in technical secondary education. This specialization now allows students to seek a diploma storing, warehouse operation, or transportation supervision. And these are the technical skills employers want and need their workers to have over the coming decades to fill the jobs in the Suez Canal corridor and other projects currently in the pipeline. To complement sector-based training curricula with short-term programs, WISE has also partnered with the Alexandria Business Association to build the capacity of the newly established Vocational Training and Employment Center, also known as VTEC. VTEC will provide accredited training courses in a variety of trades to meet the private sector needs for technically skilled and employment-ready staff. I'm also pleased to announce, in partnership with EMCC, WISE will establish a mechanism to encourage dialogue between public and private sector stakeholders at both the national and government level to address the conclusions reached in the study. I'm confident that this study will inform policymakers as well as work in partnership in bringing effective and sustainable change to workforce development, productivity, labor market efficiency in Egypt, all in each of its own essential steps on the path to a prosperous Egypt. Thank you very much. Thank you, Jerry, very much. May I call upon Shaoui to give the keynote speech.
وطارق طبعا حضراتكم عارفين ان هو تولى المسؤولية منذ أشهر قليلة وأمامه طريق صعب جدا. الصعوبة ليست في وضع السياسة أو في وجود رؤية، لأنه هو متفقين على رؤية مصر 2030 تبقى البيس اللي بننطلق منه، لكن التشالنج بتاعه الحقيقة هو في تطبيق ما نراه واجبا. مرة أخرى أطلب إن احنا نقف ونسانده، وأنا الدكتور عادل بتاجي ودكتور سيدنا الوالد مش عارفينه النهارده، كنا بنتكلم عن المهمين وكيف يساند المجتمع التغيير في أهم مدخل من مدارك التنمية في مصر هو التعليم. دكتور طارق صباح الخير، يعني أنا سعيد أبقى معاكم النهاردة ومع الدكتور حسام، طبعا مستر جوزيف بانون وشيرل، مش قادر أذكر كل أسامي الأصدقاء يعني الأوضة، بما يمكن أحاول أتكلم معاكم في حاجة بقى غير أو مختلفة سنة عن اللي بنتكلم فيه اليومين دول، وبشكر الدكتور حسام طبعا يطلب سبورت رغم الحرب الشعواء اللي بتنطلق احيانا. موضوع التعليم في مصر اخذ صوره غريبه جدا بنحاول نغيرها، ونرقص نرجع تاني الكونسيبت ان التعليم ده هو اساس التطور اللي مصر عاوزه تعمله، مش فكره المجموع وفكره التنسيق والحاجات اللي خدتنا بعيد خالص دي. ما تقاليش كتير من الشباب اللي رايح المدرسه رابط خالص اللي هو بيعمله بالانوفيشن ولا بالابتكار ولا بالتنافسيه ولا بالحاجات دي، وشايفين ان احنا بنتكلم في حاجات خزعبليه. لو بصينا الصوره دي صغيره شويه، بس لو بصينا اي حد يقدر يجيب الايكونوميك وورلد فورم جلوبال كومبتيتيف اندكس او مؤشر التنافسيه العالمي ويدور على مصر هيلاقيها كدوله نمره 115 138، وده اجريجيشن بتاع فاكتورز كتيره جدا من ضمنها التعليم. الخط الازرق اللي هو الدوائر دي يبقى احسن كل ما نفخ طلع لبره ويبقى اوحش لو تقلص ودخل لجوه، فنقدر نعرف احنا فين الحته الجراي دي. الميدل ايست احنا فين من الميدل ايست؟ احنا اقل منه في حاجات كتير، ويعني شبهه في نقط معينه، واقل طبعا من التصنيف العالمي بدليل الرقم اللي هو 115. كنت واحنا في اول الجلسه ببص على تصنيفنا في الكواليتي اوف اديوكيشن، كواليتي اوف اديوكيشن نمره واحد فيها السنه دي سويسرا، وبعدين سنغافورة، وبعدين فنلندا، دول الثلاثة الأوائل. احنا من 138 ده بقى 134 أو حاجة كده، بس قطر نمرة 5 في التصنيف ده، الإمارات نمرة 10 في الكواليتي أوف إديوكيشن. يعني من حيث عشان نعرف احنا فين على الخريطه بتاعت كواليتي اوف اديوكيشن على الاقل، يعني اذا كانت سويسرا وفنلندا وسنغافوره اول ثلاثه فقطر من 5، الامارات 10، لبنان 18، امريكا نمره 17. يعني لبنان في التصنيف ده اعلى من انجلترا، فاحنا لينا حق نغير على التصنيف بتاعنا ونحاول نرفعه. ده بالظبط اللي بنحاول نعمله. ال
factors for doing business, في factors كتيرة أوي اتعمل سيرفي في مصر يعني دكتورة عبلة مهمة بهذا السيرفي اللي أدى للفاكتورز دي الفاكتورز اللي المفروض الناس لما اتعمل لها سيرفي قالت إنها موست بروبلماتيك اللي تروح تعمل بيزنس في مصر فواضح إن بالتالي الخط صغير حتى بالنسبة لنا هنا يعني البوليسي الناس كلها اشتكت من البوليسي نفسها ومن الجفرمنت انستابيليتي الجفرمنت مش مستديمه زي ما قال الدكتور حسام واشياء كثيره من ضمنها الورك فورس الكاليبر او مستوى القوى العامله. طيب حجم القوى العامله دي في مصر حوالي 29 مليون فرد سنه 16 زادوا سنه زادوا 0.5 نص مليون فرد من سنه 15 بس الاهم من كده هو هيكل الرقم ده، الرقم ده معظمه شباب. والشريحه العمريه اللي هي من 20 ل 25 دي تمثل حوالي 13% من القوى العامله وزادت الى 16.8 سنه 15. ده رقم مهم ان الفئه دي تمثل هذا القدر من الهيكل ده. القوى العامله في مصر اصبحت اكثر تعليما زي اسنان الشهادات. انما هل هي اكثر كفاءه ولا دي قصه ثانيه. وجود قوه عامله وطنيه شابه متعلمه لو كانت متعلمه كويس يمثل طبعا فرصه للمجتمعات اللي عاوزه التنميه ولكن وجود القوه دي من غير شغل يمثل خطر كبير جدا برضه. انها بتبقى فيها قدر عالي من الاحباط. معدل البطاله اللي هو بيتقال لنا كرقم كده 12.5% بتاع ده جواه قدر كبير من الاختلالات يعني مثلا معدل البطاله بين الاناث اعلى كتير من الذكور سنه 16 لو خدنا بالنا من الرقمين دول 23.6% بطاله الاناث مقابل حوالي 9% الذكور. وده منعكس في الارقام بقى القوى العامله في الاناث حوالي 6.8 مليون انما الذكور 22 في اسباب ثقافيه في اسباب معظمها ثقافيه في هذا الشان. الشباب بقى البطاله ظاهره البطاله الشباب اللي في السن بتاع 20 25 يمثلوا 34% من اجمالي البطالة سنة 15 وارتفع ليصل ل 33.15. الشباب من 25 30 يمثلوا 20% من إجمالي البطالة. لو جمعنا الأرقام دي هنلاقي إن من أول 20 ل 30 عندنا حوالي 50% من البطالة في السن ده اللي هو most active ambitious قاعدين في البيت. ده ظاهرة مش مريحة إطلاقا. أرقام كلها بتقول كمان إن أصحاب الشهادات العليا فيهم بطالة أعلى من الغير متعلمين. والأقل حصلا في التعليم لديهم معدلات بطالة أقل بشكل محمد لأن هم بيقبلوا شغلانات أقل كتير من اللي متعلم بيدور عليها. وده بيحط علامات استفهام على ايه اللي بيطلعه نظام التعليم. نظام التعليم بيضخ في السوق حاجه واضح انها مش شغاله. يعني نسب البطاله بتقول ان الشهادات غير مرتبطه اطلاقا بسوق العمل لا من حيث التخصص ولا الكفاءه ولا التوزيع. الغريب ان مع كل العوامل دي الواضحه جدا والترتيب بتاعنا وسوق التوزيع ونسب البطاله ولا زالت كثير من الناس يعترض على تغيير السيستم لمجرد انه متعود عليه مش ان هو شغال وبس ماسك فيه خايف يغيره مع انه فاشل بجميع الارقام وجميع المقاييس انما احنا ماسكين فيه وساعات الحكه اصلا مش طامن ان السيستم الثاني هيبقى عادل وعادل في ايه؟ ما هو فاشل اصلا العداله السيستم فاشل مش نجاح يعني فاحنا متمسكين بحاجه غريبه جدا. وما بنتكلمش بالارقام بنتكلم بالعاطفه.
التنميه الاساسيه والمناخ الاقتصادي والصحه والتعليم الاساسي ونشوف احنا فين في السنوات بتاعت 16 17 بالنسبه للاخرين. الترتيب بتاعنا في كل واحده من دول في التعليم العالي والتدريب، في كفاءه سوق السلع، كفاءه سوق العمل، الابتكار وتطور الاعمال. انا بحاول ادعي انه بتعليم جيد، تعليم اساسي جيد وتعليم عالي وتعليم فني، الاندكس بتاعنا في كل الحاجات التانية دي بيتحسن. التعليم هو الارضيه اللي بتطلع البني ادم اللي قادر على النفس. احنا بنقول كده بس لو شفنا الارقام دي للدول المصنفه عادي في التعليم هنعرف الفرق، نعرف هو جه منين، النفسيه بتاعتهم جت منين. الارقام دي كلها بتورينا ازاي يعني المتطلبات الاساسيه بتصنفها مصر فين على الخريطه دي في جميع المجالات. فالرقم اللي قلته في الاول 115 ده الجلوبال. اداء مصر التنافسي في مجال التعليم مثلا، جوده التعليم الابتدائي، نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي، الالتحاق بالتعليم الثانوي، بالتعليم، احنا كويسين في الاعداد انما في الجوده هنجد المشكله بقى. جوده التعليم الرياضيات والعلوم، جوده كليات الاداره، حضراتكم تقدروا تشوفوا الارقام. الظريف ان احنا مش ماشيين في الاتجاه الصح، يعني كنا في مراكز احسن في سنوات سابقه. لو بصينا على الترتيب مثلا مع الدول نلاقي ان احنا كنا سنه 2008 و2010 للواحد 80، سنه 16 احنا 115. فاحنا ماشيين في الاتجاه اسوأ مما كنا عليه من حوالي عدد من السنوات. ده بالضبط الدافع ان احنا نفكر في بناء منظومه جديده، لان المنظومه دي بتطلع المخرج. اعتقد ان احنا محتاجين نشتغل على القوى البشريه في مصر، محتاجين نشتغل على الناس اللي بتحاول تقول التعليم هو يعني لازم يكون مشروع قومي الاول، لان مهما بنينا اشياء اخرى بغياب الانسان القادر على المنافسه مش هنقدر نتقدم ابدا، مش هنقدر نبقى قادرين على المنافسه مع الدول الاخرى اللي بتمتلك كيان بشري قادر على المنافسه. مصر فيها اكبر نظام تعليمي من حيث العدد، هو يمثل مشكله اداريا بس كمان يمثل قوه لو استغلناه كويس. المفروض نطور المناهج الدراسيه بحيث تنمي الكومبتنسز او بيقولوا عليها الادارات بالعربي، محتوى برامج التدريب في المدارس التعليم الفني والمهني عشان نسد العجز في مستوى المهارات المطلوبه سوق العمل. على فكره زي ما الكلام النظري سهل جدا والالفاظ البراقه سهله جدا، تنفيذ الكلمتين دول في منتهى الصعوبه، تنفيذهم بجد مش تنفيذهم عشان كده وكده يعني عشان ناخد صوره وبتاع، ما بنعمل حاجات كتير قوي كده وكده حلوه جدا بس لو هنعمله بجد ده مش سهل ابدا، مش سهل وهياخد عدد من السنوات مش في يوم وليله. يعني الكلام ده عشان يجيب ما يقولش الناس كلها انتوا عملتوا ايه في التعليم بتاع السؤال نفسه يدل ان احنا مش عارفين بنسال ايه السؤال ده، عشان يتحقق ياخد كذا سنه، لو خدنا فيه 10 سنين نبقى محظوظين جدا. بس اذا كان حد متوقع يحصل حاجه بكره ده احنا واهمين، ده ما حصلش على مدار ال 50 سنه اللي فاتوا. لازم نوسع نظام تطبيق نظام التعليم المستوى في المدارس الثانيه، بنحاول ومفروض نشجع القطاع الخاص عشان يمارس دور اكثر في منظومه التعليم المستوى. في خطه كبيره بقى في الاتجاه ده، ونشتغل مع الدكتور خالد عبد الغفار كمان علشان يبقى في كليات تكنولوجيه في التعليم العالي تستقبل اللي طالعين من الثانويه العامه او المرحله الثانويه بالتوازي مع الجامعات. ونطور خدمات التوظيف. اللي احنا بنحاول نعمله في تغيير نظام التعليم ككل هو بيتكلم كتير على التعلم مدى الحياه، احنا نعلم الولاد ازاي يفضلوا يتعلموا مدى الحياه. بنحاول طبعا نطور المعلمين بشكل
بشده لان هم دول اللي علموا الاولاد المهارات دي والمناهج. و لما نشيل لو قدرنا نشيل نظام التنسيق هنقدر نسيطر على توجيه الاولاد للحاجات اللي مصر محتاجاها، يعني للديسيبلينز او التخصصات اللي احنا عاوزينها، وتوجيه ناس اكثر للتعليم الفني اللي سوق العمل عاوزه. التنظيمه دي او الاستراتيجيه دي هتبقى في ايدنا لو شلنا التنسيق. التنسيق مش شغال بالفلسفه دي. التنسيق شغال بفلسفه ان عنده رقم وسكورز وعاوز يوزعه على باي شكل على الكليات الموجوده، فبيحط في الكليات اكثر من ناقدها وبيحط كميات في التخصصات مش محتاجينها خالص. فهنا هنقدر نسيطر على التوزيع دي لخدمه سوق العمل. فطبعا في كلام كتير ممكن نقوله عن نظام التعليم، ولكن الارقام اللي استعرضها مع حضراتكم احنا فين بالنسبه للعالم واضحه، والريبورت بتاع الايكونوميك وورلد فورم يستحق القراءه الحقيقه. نشوف احنا فين في كل نقطه وفي كل مؤشر، وكل ده سببه نظام التعليم بيطلع هذا المخرج. فاحنا يعني مصرين تماما على اصلاح هذا السيستم باي شكل من الاشكال. يعني لازم هنعمل سيستم جديد طبعا، وفي نفس الوقت السيستم الموجود مختل تماما بسبب ابتعادنا عن التعليم عن التعلم. فاحنا نفسنا كل ام تسال ابنها او بنتها اتعلمت ايه النهارده؟ مش جبت كام النهارده؟ السؤال بتاع الاهالي الواجه كلام الاهالي، الاهالي نفسهم بتوع ولادنا اللي في المدارس دلوقتي بيقولوا لهم النصيحه الغلط، بيزقوهم على المجموع وهم اللي بيزقوهم على الدروس وهم اللي بيزقوهم على العشق، وده عامل النتيجه دي. فالاهالي جزء من المنظومه، المفروض يرجعوا زي اهالينا زمان لما كانوا بيقولوا لنا اتعلمتوا ايه؟ مش خدتوا ايه؟ اتعلمتوا ايه؟ ده السؤال، ولازم كل طالب يسال نفسه اتعلم ايه؟ لا حفظ ايه ولا جاب كام من 100، مش ده المهم. فاتمنى نوصل للنقطه دي، نستعيد يعني الفكره الاصليه، المدرسه المفتوحه دي اصلا، والشهاده معناها ايه وسوق العمل عاوز ايه وايه هدفنا من الحياه اساسا؟ يعني هدفنا من الاكسبيرينس دي كلها عشان ايه؟ عشان مجموعه ولا عشان انا عاوز ابقى سبب لوجودي عندي اهداف غير المجموعه غير الشهاده اللي هختارها. ربط الافكار دي مهم جدا، محتاجين شغل كتير قوي مع بعض في المجتمع وفي الاعلام عشان نعيد الافكار دي في ذهن الولاد. وربنا يسهل، وشكرا لاستماعكم. دكتور طارق اشكرك جدا على كلماتك، واعتقد ان حضراتكم شايفين ان في وزير بيتكلم لغه مختلفه، مش بيدافع عن الستاتس كو ولا بيشيد بانجازات الوزاره الاحاديه، لكنه بيتكلم اللغه اللي احنا بنتكلم بها في الوقت الحالي. قبل ما افتح الباب بعض الأسئلة من الفلور، طبعا أنا شايف الفلور أصدقاء أعزاء موجودين، دكتورة عبلة، دكتورة نهال مغرب، منال، السيد النائب المحترم اللي هو رفعت قمصان، مع دكتور عادل الفتاكي، دكتور سمير عطوان، صديقي محسن عطوان، دينا الأستاذة دينا جنبه، أهلا وسهلا بيكم وأهلا وسهلا بكل الحاضرين اللي مشرفينا النهارده. وطبعا امينه غانم غنيه عن التعريف مع فريق العمل بتاع المجلس الوطني للتنافسيه اللي انا بتشرف بالعمل معاه. الحاجه الثانيه عايز اضيف شيء مهم الدكتور طارق ذكره وهو تغيير النظام. الرسالة ديت أنا بقولها في كل مكان، وصديقي الدكتور طارق شوقي طبعا عارف، قانون العرض والطلب هو القانون
لان حاجه احب اعرضها على حضراتكم. احنا مقدمين بروجكت نيشن كاب للدوله ان احنا نعمل زي تقرير التنافسيه العالميه، تقرير تنافسيه محافظات مصر، ان في نهايه كل سنه نطلع مستخدمين المعايير العالميه زائد بعض المعايير المحليه، نطلع تقرير للمحافظه ايه. وهشتغل مع الدكتور طارق على معرض عليه الفكره، وزاره الاستثمار موافقه على ذلك، والجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء هيشتغلوا معانا وصيره، وهعتذر الدكتوره عبده عشان تشتغل معانا. طيب خلاص اهو، جريت مايندز ثينك الايك. تسمحوا لي افتح الفلور للاسئله. ارجو اللي بيقول السؤال يعرف نفسه ويقول سؤال، ما يقولش تعليق، وهنوجه الاسئله للدكتور طارق والصديق العزيز تغانم، وهنسيب الوكالة التنمية خالد بطاقة للأسئلة. اتفضل. اتفضل. مكون حوكمة التعليم الفني والتدريب المهني، برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني المرحلة الثانية. شكرا للبرزنتيشنز العظيمة، ودايما متعودين من دكتور طارق شوقي الأفكار خارج الصندوق. سؤالي للدكتور طارق، المشروع العظيم اللي حضرتك تبنيته يمكن من قبل ما تكون وزير، اللي هو بنك المعرفه المصري. الفكره العظيمه دي انا اتمنى ان انا اشوفها بتتوسع لتشمل التعليم الفني، لان يمكن لما بدانا بنوايا اللي هي السيلف الكترونيك ليرنينج تريننج باكج، لقينا ليها صدى كبير على الجوب سيكرز وعلى حتى رجال الصناعه لما كانوا بيتفرجوا عليها وبيشوفوا learning by doing بالسي ديز اللي بتتعمل دي. فلو نقدر نوسع بنك المعرفه المصري ليشمل التعليم الفني والتدريب المهني، ده هيكون شيء عظيم جدا يا دكتور. شكرا. شكرا. اتفضل. على ادريس، انا مهتم بالتعليم يعني. دكتور طارق، طبعا شيء جميل جدا ان يبقى في حد يجي يتلو بيان الحقيقه، هي دي الحقيقه اللي يسكت عنها جميع الكلام، شيء مشكور جدا. المشكله طبعا عندنا، وده سؤالي الاساسي، الجفرنس بتاع التغيير، حوكمه التغيير. يعني ياتي التغيير بفكر شخص ثم لا يصل ناجحا علشان الشخص ده يتغير، يجي لارض اخر ما يتغيرش النمط التغيير نفسه، تمام؟ فيجب ان يكون هناك شكل من اشكال الكيان الحركي لاستمراريه التغيير. فاين هنا الكيان في الرؤيه الحاليه؟ شكرا. شكرا جزيلا. اتفضل. السلام عليكم. انا اسمي محمد فوزي، وانا بشتغل نائب مدير مشروع وايز. الحقيقه عندي سؤالين ورجل. اول حاجه، حضرتك تعلم طبعا تماما اختلاف طبيعه التعليم الفني عن التعليم العام، ولكن طوال السنوات الماضيه كنت قبل ما حضرتك تكون موجود، كان لا يوجد وصف في القرارات الوزاريه المنظمه للعمل في الاثنين، فتبقى قرار وزاري بيطلع منسحب عن الاثنين، التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي الفني، مع اختلاف الشديد في الطبيعه منه والرغم سوقنا. فارجو من سيادتك النظر في هذه القرارات حتى نتاكد من مؤامتها للتعليم الفني. الجزء الثاني، وانا عارف ان ده جزء صعب ومحتاج عمل شاق ونضافه جهود، هو اغلاق وفتح التخصصات الفنيه وفقا لطبيعه المحافظه وسوق العمل بهذه المحافظه، على الاقل عشان نمنع المايجريشن الداخلي اللي بيحصل للعاصمه والحضر. فمحتاجين ان احنا نشوف المحافظه دي محتاجه تخصصات ايه، وانا عارف ان ده صعب جدا، انا مدرك ده، ومش محتاجه تخصصات ايه عشان نقدر نفتح ونغلق هذه التخصصات وفقا لهذه الطبيعه سوق العمل. الرجاء من سيادتك، من 2011 وحتى الان وجميع الجهات الداعمه او شركاء التنميه بتعمل على دعم ما يسمى بوحده تاثير انتقال سوق العمل في وزاره التربيه والتعليم. وكان هناك بعض تحويلها لاداره لتوفير بعض الموارد الماليه، وفي نفس الوقت المأسسة التجربه حتى، لان النتائج اللي حاصله منها مبهره الحقيقه.
البيئه في التوظيف او ارشاد التوجيه المهني او رياده الاعمال او غيره. فارجو من سيادتك ما اسست وحده تسيير انتقال سوق العمل وتحولها الى اداره داخل الكيان الحكومي للوزاره حتى نضمن استمراريتها ونضمن جزيره. شكرا. سبعة 57 سنة في التعليم، طالب عايز فضل جامعي وكليه تربية وعشر سنين في مركز القوس التربوية سابقا دلوقتي، عضو مجلس إدارة رابطة خريجي معاه في كليه التربية، أسسها إسماعيل بيه الألباني 1943، أول عدد طلع 1948، إحنا في ظهر حضرتك، إحنا في ظهر حضرتك، إحنا مين؟ رجال التربية والمعلمين، وعشر سنين في جامعة صنفا بوس. السؤال السؤال السؤال، ما هو العائق لسيادتك لحضرتك لمعاليك انك تلغي الثانويه العامه او تلغي التنسيق؟ شكرا. شكرا جزيلا. سؤال كمان اتفضل. محسن رفع ايدك. ابتدي انا اسمي وليد العبدابني محاكم منسق العمل المنظومه الفكريه المحليه. محامي، بس انا محامي مش بعيد عن سوق العماله او المجال، محامي في المنتج الحربي. في حاجه يعني بالنسبه للتجربه لمداخله الدكتور شاوي، في التعليم المزدوج كان في تجربه ايام الرئيس السابق حسني مبارك، كانت تجربه مبارك كول دي كانت مع الحكومه الالمانيه، وفي منها دلوقتي مستمر. في منها قيد الانتاج الحربي في مدرسه ثانويه مستوى انتاج مع بنك التعليم الفني والتعليم الثانوي. ليه يعني ما نبنيش على التجربه دي وتستمر ويحصل تبقى نواه لتطوير التعليم الفني؟ دي حاجه. تاني حاجه بالنسبه لتطوير التعليم اللي حضرتك قلت هيستغرق اوقات كتير، ايه الخطوات الفعليه اللي بتمارس على الارض لكي يتم تطوير التعليم الحقيقي في مصر ويصبح السوق العماله مرتبط بيه والتعليم في مصر مرتبط بالتعليم التحويلي او شكرا. شكرا شكرا دكتور محسن. سؤالك صعب قوي، عايز 20 جلسه بس ماشي. السؤال الثاني دكتور محسن. الحقيقه انا سعيد جدا بالابروتش اللي الدكتور طارق واخده في نشر فكر تطوير التعليم، ان هو يعني بيجيب المجتمع اون بورد معاه علشان يقدر يتفاعل. احد العوائق الكبيره الريزيستنس بتاع التغيير من المجتمع المصري. انا سؤالي هنا هو الحقيقه، يعني انا اتفق جدا مع الدكتور حسام ان احنا عمرنا ما بنكمل الطريق من A to Z، دايما somehow بيحصل interruption. وبعدين احنا عندنا في التعليم الفني يعني النظره المجتمعيه لهذا النوع من التعليم مشكله كبيره جدا. فمن ضمن الافكار اللي كنا بنعملها ان احنا نخلي مسار التعليم الفني موازي للتعليم الجامعي الى ما لا نهايه، بحيث تغير. ولكن في حاجه مهمه جدا هي متطلبات النجاح بتاع هذا الكلام. احنا عندنا الافكار دهيت واضحه، ولكن عشان نحطها على ارض الواقع او تنفذها بطريقه فاعله دي هي المشكله الحقيقيه. يعني احد متطلبات النجاح انك انت لازم تحط كادر يوازي ان لم يكن اعلى للتعليم الفني، لان ده احد حاجات اولويات الدوله بتبص لها، فيجب انك انت تديله ريل برايورتي سواء في نوع الانسنتيف سكيمز اللي انت هتعملها للكوادر الى 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 افندم كواليفيكيشن فريم ورك، وايضا تطبيق الكواليفيكيشن فريم ورك دي حته جوهريه الحقيقه. احنا بقى لنا 10 سنين في مجهودات اتعملت اكثر من 10 سنين، وده يجب ان هو يكون اون جوينج بروسس، يعني ما هواش مش هنستنى لغايه لما يخلص الناشونال كواليفيكيشن فريم، عشان احنا اوريدي عندنا قطاعات كثيره اوريدي اكتملت فيها زي السياحه والكونستراكشن والكلام، نبتدي فيها
لانك انت مشكلتك في التنفيذ ان كلها المشاكل بتكمن في التنفيذ. فيجب ان احنا نبتدي آلية التنفيذ على قطاعات مختلفة بحيث ان احنا نوصل ان الموضوع يبقى مانداتوري ريكوايرمنت. ده لازم يبقى متطلب اساسي عشان احد مصوغات التعيين، ان يجب ان الشخص يجتاز الليفل اوف بروفيشنسي او الكومبتنسي ليفل او السكيل ليفل اللي احنا تارجتين. فانا عايز رؤيه حضرتك، لان يعني ما كنتش تاخد كريتيكال ايشوز في الاعتبار هيبقى النجاح قليل قوي ومحدود. شكرا جزيلا. انا ليا سؤال للمشروع وايز، ايه الخطوه القادمه بعد انتهاء التشخيص والاراء المتوقعه عندنا مرجعيه نرجع اليها؟ مفيش استدامه لاي بوليسز هتحصل. واذا انا موافق على رؤيه مصر بنسبه 70% افضل ليا ان ما يبقاش عندي حاجه. لكن القاطع احنا عايزين استدامه. واضح ان الاسئله كلها وجهها للدكتور شوقي، وانا عارف ان انا حيشك عن مجلس وكلاء الجامعه الامريكيه، واشكرك على انك انت استقطعت الوقت وجودنا في هذا المؤتمر، وهنسيبك بسرعه. كتير دكتور قساوي، يعني بحاول افتكر الاسئله. السؤال بنك مايكرو والتعليم الفني، ده سؤال هايل. احنا فعلا بنحاول نزود المحتوى اللي بنك مايكرو بيخدم التعليم الفني، وفي الاسابيع اللي جايه محتوى يعني ممتاز هيجي في الموضوع ده، ومكتبات افلام ومكتبات سيلف تريننج في تخصصات كتيره جدا في اللغه العربيه تبقى موجوده، قسم خاص يبقى موجود في التعليم الفني، قسم تاني بيزيد للتعليم الاساسي التعليم العام. ف بيحصل في بنك المعرفه كبير جدا. السؤال بتاع حضرتك على الخطوات، والله احنا الخطوات اللي حصلت في اخر 3 أشهر يمكن توازي خطوات خدت 5 سنين قبل كده اوريدي. يعني احنا بنشتغل على الكتب، سبتمبر اللي جاي هنشوف كتب غير اللي شفتها قبل كده تماما. ده تغيير ضخم جدا واتعمل في زمن قياسي، يعني من المناهج للمستشاري المواد للناس اللي اشتغلوا على ربطها بنك المعرفه للمطبعه في اقل من شهر. يعني كنا بنشغله شيفتات 24 ساعه عشان نوصل لده. ففي تغيير في المحتوى حتى قبل ما نبني سيستم جديد، ده هيبان على طول واحنا بنتكلم. المحتوى نفسه بتاع بنك المعرفه بيتطور كل يوم، و التعليم العالي شغالين على نظام الجمهور، رايحين رحله يمكن 4 وزراء و6 رؤساء جامعات رايحين انجلترا علشان نتكلم مع كذا جهه عن نظم الجمهور في جامعات ثانيه، نحاول نشوف الناس الثانيه عملت ايه. فاحنا بنتحرك في جميع الاتجاهات. السيستم البديل للثانويه العامه في شغل كتير فيه مع ناس، يعني ماسكه الموضوع ده معانا هنا في الجلسه، فده شغال برضه. فالخطوات ماشيه بحيث ان لو حبينا نطبق ده من سبتمبر الجاي نبقى جاهزين. فخطوات ماشيه على قدم المسار. في خطوات زيها بالظبط ماشيه لبناء نظام تعليم جديد يقبل طلبه اولى ابتدائي سبتمبر 18، سبتمبر 18 ده بعيد جدا. فالمنهج موجود، بس طبعا احنا ما نقدرش نطلع كل يوم نحكي لان كل حاجه بنقولها بتجيلنا تسونامي من الاعتراض يقتلنا، يعني فبالتالي لازم الحاجه تخلص عشان نطلعها. لان واحنا بنعمل الحاجه لو اتسالنا، عارفين زي بنعمل عمليه العيان، الدكتور واقف وكل اهل العيان واقفين معاه في اوضه العمليات وعاملين لا يا دكتور اعمل كده، لا العيان هيموت. فلازم تسيبوا الدكتور يشتغل شويه علشان، واحنا بنشتغل اسئله كتيره جدا جدا الاجابات موجوده بس لازم تكتمل. يعني لما تكتمل هنطلع نقولها، بس هي بتحصل على الارض. يعني كل اللي انا نفسي فيه الناس ما تقلقش، حاله القلق غير طبيعيه من حاجات بسيطه خالص بنبحثها.
حبيبكم بيتكلم فيه، والله بحاول اتواصل مع الناس على واتساب وعلى مجموعات الامهات، مجموعات المعلمين، مجموعات الطلبه، اكثرهم طلبه من الامهات اكثر من المعلمين ومن الطلبه ومن الناس الدار. الامهات بالذات هم resisting change. فاللي عندهم اولاد صغيرين في الابتدائي والاعدادي دول اكثرهم قلق يعني واكثرهم شكوى وتدخل في تطوير المناهج وكل حاجه، ولكن ان شاء الله نعمل حاجه كويسه ترضيهم. مش ده الكلام تجارب ورا الكورد والحاجات دي احنا باصين عليها جدا وبنحاول تسستين. فكره الحوكمه اللي قال عليها الدكتور علاء زميلي في الجامعه وصديق عزيز، دي الفكره اللي كنا بنعرضها قدام الرئيس بتاع ضروره وجود شيء جهاز، حاجه اللي كنا بنقول عليه مفوضيه التعليم. انا لازلت ارى انها فكره جيده جدا، يبقى في جهاز مش وزراء، يبقى حاجه تبع رئيس الجمهوريه، حاجه فوق كونسل هاير كونسل ثابت زي المحكمه الدستوريه في امريكا كده، ما بيتغيرش يعني ممبر شيب فور لايف من الحكماء اشتغلوا على التعليم ثابتين بيحطوا الاستراتيجي والناس وزراء يتبادلوا على التنفيذ. اعتقد لا زلت اعتقد فكره جيده جدا. يعني بقى مش قادر افتكر بقيه الاسئله، بعتذر دكتور رجلي بس انا جاي من تجمع وهروح تاني التجمع، عاوز ابقى هناك في 40 دقيقه باجتماع اخر ندور وارجع فور سيزون تاني، فمعلش استاذ يعني نفسي والله بقيت اكون النهارده معاكم بس هضطر استاذن بهدوء. شكرا لك. احنا نخلص الجلسه حالا لو في اضافه بس للوايز. The follow-up on what we discussed today. WISE will create a model that will promote dialogue between all the stakeholders in labor market efficiency. This will start with an enabling, what we call an enabling environment unit. In cooperation with ENCC, we will establish a unit at ENCC. And along with this unit, we will establish an enabling advisory group, enabling environment advisory group, which will serve as a counsel to that enabling environment unit. That advisory group will include private and public, all stakeholders that are interested in labor market efficiency. That will be on the national level, and they will promote initiatives that will enhance labor market efficiency. Now, at the governorate level, we will either work with existing private-public partnerships or in select governorates, or we will create what we call economic partnership councils, again consisting of public and private stakeholders. And these units will work on challenges that they face on the government level in the labor market, challenges. If they see that there are challenges that need to be addressed at the national level, they will raise these issues in the enabling environment unit, and then along with the advisory group, they will work on these issues. So, and along with this, all these models will create a three-year strategy to work on labor market efficiency. To start with, this labor study has come up with a menu of recommendations on issues that address labor market efficiency and challenges in the labor market. So all these groups will look at these enabling environment unit. They will look at these challenges and select from that two, three, whatever challenges they think that they will be able to implement in a short period of time. So thank you very much. طبعاً غالي أسئلة من الفلور بس واحد منها مقدم من الأستاذ وليد كمال على لماذا لم يتم الاستعانه بالخبراء والمستشارين. اظن الوزير قال لك ان هم مسافرين الى المكتبه وهم يستعينوا بالخبراء. انا بجاوب بالنيابه عنك يعني. دي يا فندم الفريق هيعلن عنه قريب، في حوالي 18 مساعد ومعاون للوزير في امور كثيره جدا تم اختيارهم.
عملته جامعة القاهرة وأخبار اليوم برضه أنشأت كوميتي لاستقبال أفكار الشباب وفي حلول للتحديات أمام التعليم في إطار محددينه علشان الناس كتير بتتكلم لكن ما لا يوثق لا يوجد. اللي عنده فكرة لازم يوثقها ويكتبها في شكل مفهوم عشان ما تبقاش بس مكلمة وخلاص. فاحنا يعني أطر مختلفة هتساعد الوزير بعد ما نعمل فلتريشن لأفضل الأفكار اللي ممكن يكون لها أثر في التطبيق. سيدات وسادة الخاصة بالتأسيس
لما نطلق عليه احصاءات العرض والطلب. زي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا في الجهاز هناك مسح سنوي الليبر فورس سيرفي او مسح القوى العامله، وده مسح تقريبا بيستهدف 95,000 اسره. المسح بيشتغل بصوره ربع سنويه، يعني ينتج نتائج ربع سنويه عن هذا المسح. 52 اسبوع احنا في الميدان، فكان لازم اول خطوه نعملها ان يتم تاهيل الاستمارات والمنهجيه لهذا المسح بان تكون مواكبه لاحدث التوصيات الناتجه عن مؤتمر العمل العالمي وناتجه عن منظمه العمل الدوليه، عشان نكون متماشيين مع المعايير الدوليه في انتاج احصاءات العرض من العماله. في هذا الجانب ايضا يمكن حضراتكم لو دخلتم على موقع الجهاز بدايه من الربع الاول من عام 2016 اصدرنا نشره القوى العامله 2015 بمنظور جديد. النشره القديمه كانت عباره عن جداول احصائيه، النشره الحديثه اللي منشوره حضراتكم هتجدوا جوانب تحليليه، هتجدوا انفوجراف، هناك ما نطلق عليه ستوري بورد حضراتكم هتقدروا تتتبعوا بيها قصه القوى العامله سواء في ربع من السنه او على مدار السنه ككل. فاصبح الموضوع يتعدى نشر جداول واحصاءات في هيئه ما يمكن ان نطلق عليه التقارير الاحصائيه الى الخروج الى التقارير المعرفيه القادره على توليد نوع من انواع المعرفه لدى متخذ القرار. في مقدمه النشره هناك تقريبا حوالي 44 رساله او اكس من الرسائل الكثيره المغطيه لجوانب النشره كافه، اللي ابدا من خلالها لو انا قارئ غير متخصص بالدرجه في هذا الموضوع او انا صحفي او اعلامي وعايز انشر للمجتمع عشان اضمن ان الرساله بتاعتي او الرساله التحليليه المكتوبه او اقدمها في صوره بسيطه يمكن استقراءها، هناك رسائل في صوره سطر او سطرين على حد اقصى. فايضا ده كان تطوير في فكر الاحصاء ان نتعامل بما نطلق عليه تويتر مسجز. احنا بدانا نقول لا، حتى لو احنا مش بنكتب على تويتر احنا عندنا 140 كاركترز، احنا عايزين نصيغ رساله للمجتمع 140 كاركترز، لان عندي رقم بيعني ايه لفتره مرجعيه او فتره قياس شكلها ايه. ده الجانب الاول. الجانب الثاني هناك مسح ايضا اسمه الاجور والتوظف وساعات العمل، ومن اسمه هو كان مسح المنشآت بيبحث عدد من الجوانب المتركزه تماما في قصه الاجور وساعات العمل. حولنا هذا المسح هذا العام ان هو يبقى بيقيس الضمان، فهو بيتكلم على جانب المنشآت، فبيبقى عندي مسح ليبر فورس بيذهب للاسر عشان يقيس جانب العرض من العماله، عندي مسح المنشآت الجديد اللي هو حافظنا على الاسم عشان ما يحصلش تغيير للسلسله الزمنيه والهيستوري لهذا المسح، لكن مسح الاجور والتوظف وساعات العمل اصبح هو المسح المسؤول عن الجانب الخاص بالطلب على العماله. فبدانا نسال على المهارات النادره، بدانا نسال على التخصصات النادره، بدانا وده نتائجه هتطلع هذا العام ان شاء الله، بدانا نسال على فكره التفضيل، ايهما تفضل، انت بتبحث عن مين؟ بتدور على بتاع الخبره ولا بتدور على الشاب الجديد؟ امكانيات التاهيل والتدريب. بدانا نتكلم في فكره طب انت بتجيب العماله ازاي؟ يعني انت بتعلن عن شغلك ازاي؟ بتعلن بالنتورك ولا بتعلن بالجرايد ولا بتعلن بالسوشيال ميديا ولا الانترنت؟ فبدانا ان احنا نستقصي عدد من الجوانب الاكثر تفصيلا. جانب المهارات لم يعد هو مجرد ذكر لمهاره عامه. كان هناك هذا العام نوع من انواع التوحيد والاعتماد على ادله يمكن من خلالها استقراء هذا الكلام بصوره موحده، ما يبقاش عندي حد بيقول انا عايز حد بيفهم اي تي وحد تاني بيقول انا عايز حد بيفهم اي تي، لكن الاثنين دول مصدرهم او مسطرتهم للقياس مختلفه، لا يبقى عندي نوع من انواع التوحيد. فبدانا نستخدم بعض الادله الوصفيه اللي الباحثين يستخدموها في الميدان عشان لما ابدا اتكلم عن مهاره قدر الامكان في ظل عدم وجود دليل موحد للمهارات حتى الان بنعمل فيه. طبعا بدانا نعمل نوع من انواع التقريب والمحاكاه اللي بس تعمل نوع من انواع تساوي مصادر القياس، فده يحصل تساوي للاستقراء من قبل الجهود. لما بنتكلم على نظام معلومات سوق عمل او اي نظام خاص بدعم القرار، الاليه الرئيسيه فيه هي السرعه والحداثه. مش هروح النهارده اكلم متخذ القرار اقول له اصل بيان 2015، اصل تعداد 2013، او حتى بيان 2016.
وعشان كده التعداد السنة دي هو revolution، هو ثورة هناك في العالم بيطلق عليه ثورة البيانات. مصر النهاردة بتمارس تعداد اللحظة اللي احنا قاعدين فيها، ويمكن عدد من حضراتكم العددين او زمايلنا الباحثين في الميدان قد مروا عليهم، بنمارس ثورة في استخدام اول بيبرلس سيرفي في مصر، اول الكترونيك سيرفي او الكترونيك سنسس على المعنى الاوسع في مصر. طبعا هذه الثورة بدخولها الجهاز وبحجم الانفستمنت اللي حصلت فيها مع التعداد، سواء على مستوى الانفراستراكشر او على مستوى الانفراستراكشر او حتى على مستوى الهيومن ريسورسز اللي موجوده، كل ده في حد ذاته بيعمل نقله نوعيه في منهجيات واساليب وطرق جمع البيانات. وبالتالي احنا بنتكلم بعد كده على مسوح الكترونيه تكلفتها اقل من المسوح الورقيه، وبالتالي اقدر امدد الميزانيه بتاعتي ان انا اغطي جوانب اخرى من النقص في المعلومات او ما نطلق عليه الفجوات المعلوماتيه. في نفس الوقت بقت عندي اليات جوده اكثر احترافيه، اليات متابعه ورقابه اكثر احترافيه، وبالتالي يبقى عندي نوع من انواع المصداقيه الاعلى في البيانات، وهو ايضا احد العناصر المؤسسه لانشاء نظام معلومات سوق العمل. الجانب الثالث وهو اساليب النشر والاخراج. في نوفمبر 2016 أصدر الجهاز بوابة مصر المعلوماتية الجغرافية، معرفش حضراتكم على علم بهذا جميعا أم لا، لكن في بعض الخطوط أنا أعلم جيدا إن هو على علم ببوابة مصر المعلوماتية الجغرافية geoportal.kmas.gov.eg. وحتى من خلال الدخول على موقع كمس الرئيسي حضراتكم تقدروا تنفذوا إلى بوابة مصر المعلوماتية الجغرافية. البوابة تعرض ما لا يقل عن 800 مؤشر من واقع مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ما لا يقل عن 3000 سلسلة زمنية. على ايه؟ على خرائط. بتعرض ده على خرائط بدءا من مقارنة المحافظات لمقارنة الأقسام والمراكز لمقارنة القرى والشياخات. فانتقلنا بفكر الإحصاء حتى من مجرد الواقع والتقارير سواء الإحصائية أو المعرفية إلى فكرة استخدام أدوات فيها توقيع مكاني. فأنا النهاردة زي ما الدكتور حسام تفضل صباحاً بيتكلم على مؤشر تنافسية المحافظات، طبعاً جيد إن يبقى عندنا كومبوزيت إنديكيتور، وإحنا بننضم لحضرتك في هذا الإطار عن تنافسية المحافظات المصرية، والاسم طبعاً معالي الوزير اللي هو بكر الجندي، وبنقول إن البوابة لما نقدر نبص على البوابة ونبص على مختلف المؤشرات بصورة مش مركبة، هنقدر نطلع في كل مؤشر أين هي الفجوات، هنقدر نطلع نقاط الالتهاب، هنقدر نطلع ما نطلق عليهم الأتشيفرز، وهنقدر نطلع ما نطلق عليهم اللاجرز أو المتأخرين. فأيضا البوابة هي أحد الأدوات اللي عملت نوع من أنواع تغيير الفكر في أسلوب عرض المعلومات والإحصاءات على مستوى منظومة الإحصاءات الرسمية التي ينتجها الجهاز. فإذا أصبح عندنا عدد من الـ competitiveness ages أو المقومات اللي هي لو عملنا لها plug and play تركيب وتشغيل وتحط عليها بزنس الليبر ماركت، نقدر إن يكون عندنا ليبر ماركت انفورميشن سيستم يدي رسائل واضحة ويدي معلومات دقيقة ومحددة لمتخذ القرار. بدأنا فيما يطلق عليه فريق التصميم. فريق التصميم شارك فيه وزارة التخطيط، شارك فيه وزارة التجارة والصناعة، شارك فيه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، شارك فيه مشروع تبت المرحلة الثانية، شارك فيه الاي ان او. وبدأنا في هذا الفريق ان احنا نقعد نقول النظام ده تخيلنا ليه في الوضع الاولي او في عملية التصميم، ايه المسار او ايه الهيكل بتاعه، ايه التحديات، ايه العقبات، ايه الفرص. فعملنا سوات اناليسيس لهذا الكلام، وبدأنا ان احنا نقعد مع عدد من الشركاء، قعدنا مع التعليم، قعدنا مع التعليم العالي، قعدنا مع التعليم الفني، قعدنا مع غرف التجارة والصناعة وغرف الاستثمار وغرف السياحة. بدأنا ان احنا ننفتح اكثر على عدد من الشركاء اللي بناء على هذه المشاركات بدأنا نحدد ما نطلق عليه استراتيجية المعلومات او استراتيجية حوكمة المعلومات الخاصة بسوق العمل، علشان لما نبدأ ان احنا نجهز الوعاء الالكتروني اللي احنا بنشتغل عليه حاليا اللي هو ان شاء الله يصدر قبل نهاية هذا العام، احنا مخططين ان احنا على سبتمبر ان شاء الله مع
ماكسيمم يكون هذا الوعاء جاهز للنشر، فيكون هناك استراتيجيه واضحه لحوكمه وتداول البيانات بين الجهات المختلفه القائمه على المنظومه. المنظومه هتتعامل بمبدا الاوبن داتا ابروتش. احنا عندنا منظومه الجميع ليه داتا موديل، كل واحد بيشارك بمعلومه، كل واحد بيحدد مستويات النشر للحفاظ على الخصوصيه لدى مختلف الجهات المشاركه في المعلومه. فزي ما بنقول دايما في اجتماعاتنا في هذا الاطار مع جميع الشركاء، هو عباره عن نظام بيرعاه كافه الشركاء في سوق العمل، بيحفظ كافه الحقوق وكافه البرايفسي او الجانب الخاص بحقوق الملكيه الفكريه للبيانات وعدم انتهاك اي شيء خاص بالمنشات او الكيانات الاقتصاديه او حتى الافراد، ويتم ازاحته للمجتمع. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا محمد. تاني واضح من الكلام الاحترافيه بتاعت الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء في النظر الى الامور. وانا ادعوكم كلكم، لان انا واحد من الناس اللي بيخش على النشرات وبيجيني الرسائل من الجهاز، وهذه الرسائل مهمه جدا. وانا بارجوكم تخشوا على السايت وتشوفوا كافه الاسئله اللي بنسالها البعض احيانا، او نخرج بارقام كده وهميه، لا في شغل معمول وفي توثيق محترم وفي عمل محترف بيتم في هذا الجهاز ومتاح للجميع. احنا بس ما بنستخدمش المتاح كما نتعود، يعني احنا بنشتكي ان المعلومه مش موجوده بس المعلومه موجوده. شكرا دكتور محمد وشكرا للواء وكيل كنت. امينه. فين امينه؟ في الرئيسيه الثانيه اللي الرابعه كفاءه سوق العمل والتشغيل، دكتوره شيرين صفار رئيس مجلس السياسات والاستراتيجيات وزاره التجاره والصناعه، وكمان دكتوره شيرين برضو عضو ونائب رئيس لجنه رياده الاعمال والمشاريع الطويله والمواصلات التنافسيه. دكتوره شيرين اتفضلي. اللي هو ابو بكر جه بعد ما خلصت الشكر له. عمال اقول فيك شعر وفي الجهاز نثر، وبعدين حضرتك بعد ما خلصت فمش هعيد، لان انت عارف رايي. بس الدكتور محمد الحقيقه يعني مثل الجهاز تمثيلا محترما محترفا. اتفضلي يا دكتور. لكن بالنسبه لنا ده يعني لو بنتكلم على التنافسيه
بنتكلم على جودة الإنتاج على الخدمة لازم محور رئيسي أو عنصر رئيسي من المكونات هو رعاية الناس. فبدأنا نشوف مع مصلحة الفعل التقنية إيه اللي ممكن يكون في المنظومة نقدر نساعد فيه بحيث إن إحنا نطور الكيان المؤسسي نفسه عشان يقدر يبقى يشتغل بشكل أكثر كفاءة وفاعلية ويقدر يتطلع على المخرج اللي إحنا كلنا بنستهدفه اللي هو العامل المالي اللي يقدر يبقى شغال. وطبعا العملية عرض وطلب مش بس عرض يعني كان لازم برضه من الناحية التانية نتواصل مع الناحية اللي فيها طلب ونعرف إيه اللي يخلي الناس ما تبقاش ساستين في مكان معين يعني يدخل ويخرج حتى لو هو عامل مالي. لما جينا نشتغل على الحاجات دي طبعا كان معانا شركاء رئيسيين من التنمية زي مشروع بتاع وايز والكالة الأمريكية وكان في مشروع من الأوروبي اللي هو ديفيدور بس اللي كانت تيكت وان وكنا بنحاول نسقط على قد ما نقدر إن هما زراعة تنفيذي بالنسبة لنا وكنا بنحاول نشوف مين منهم هيساعدنا في تنفيذ الأنشطة اللي احنا مستهدفينها لأن طبعا زي ما حضراتكم عارفين بيبقى في مش هقول نقص تبادل بس بتبقى محتاج نوع معين من الاكسبرتيز اللي بتقدر بتتعامل مع شركة التمويل انك توجده. فكنا بنحاول نعلمين الاكتيفيتيز اللي بتحصل ونضمن ان مفيش اوفر لابنج ولا في المحافظات ولا في الاماكن اللي بنشتغل فيها على قد ما طبعا المكونات الرئيسيه للمنظومه دي كانت المركز التدريب نفسه المعلم او المدرب اللي بيشتغل جوه المركز المنهج اللي بيتم استخدامه والطالب اللي بيتخرج في الاخر. فكان في الجزء الاساسي اللي هو المركز التدريب طبعا كان في حاجات محتاجه بنيه تحتيه انا بحكي لكم بس ايه اللي حصل يعني سوبر. فكان في حاجات محتاجه تطوير في البنيه التحتيه مركز يعني مهند واقع مش عارفه ايه وحاجات ثانيه ليها علاقه بالمعدات والالات اللي هو بيستخدمها. فكان اساسي ان احنا نبدا نشتغل ده برضه ثرو المشروعات الحيوانيه اللي ساعدونا في حوالي 8 مراكز تبع مصلحه الكفاءه الداخليه. المصلحه عندها 44 مركز على 17 محافظه. فاحنا كان المطلوب ان احنا مشتاقين 8 من الموجودين والباقي شغالين. الجزء الثاني اللي كان بيتعلق فيه الجوده بتاعه المدرسه نفسها. فكان برضه في تدريبات متخصصه للمسؤولين عن تطبيق الجوده بحيث ان احنا نطمن ان المركز بيشتغل بطريقه سليمه. طبعا في قواعد وقوانين ونواح خلقاهم بشكل غير طبيعي ان احنا بنحاول نشتغل عليه بحيث نقدر نشوف ازاي المركز ده يبقى منتج ويقدر فعلا يقدم خدمه جيده ومقابل تقدر تساعد ان انا اخرج طالب كفء لو اشتغل الحاجه اللي بعد كده اللي بنتكلم فيها المناهج. يعني احنا ملفينا على المحافظات لقينا في مراكز تدريب موجوده في وسط مصانع ما بتدرسش اي منهج ليه علاقه بالنشاط اللي موجود في المناطق الصناعيه. فطبعا دي كانت حاجه بالنسبه لنا برضه يعني دوزنت ميك سنس يعني ازاي لو انت حواليك مصنع بيستخدم كذا طب احط منهج بتاع نظر المنسوجات مثلا. الغزل والمنسوجات هم عايزين يحطوه الحقيقه وزاره التعليم كانت بتتعاون معانا في الجزئيه دي جدا يعني في حاجات مش تبعنا في مدارس مش تبعنا وكنا طلبنا من وزاره التعليم ان هم يساعدونا ان احنا ندخل المنهج ده بناء على طلب من القطاع الخاص وافقوا واعتمدوا المنهج وبيتم تدريسه حاليا في الضفه العرب لخدمه مصنع بحاله لنفسه وبالتالي العامل ده بيقعد جوه المصنع بناء على المنهج اللي هو درسه وده منهج قوي مترجم باللغه العربيه ومتدرب عليه مدرسين. فدي يعني تعتبر شكل من السكسس ستوريز اللي فيها تعاون بين الوزارات ودي حاجه مهمه جدا لان في الاخر المركز هو مركز تدريب صناعه. المدرسه هي مدرسه بتدي منهج ومؤهل لان بيدوا مؤهل اقصى ده بيشتغل 70% تدريب بايده وده بيشتغل 70% تعليم ثيوريتيكال. فده كان من الجزء بتاع المناهج. فطبعا كان في تدريب لمطور المناهج يعني المناهج تدخل مناهج جديده او نطور مناهج قائمه عشان تقدر تكون مع التغيرات اللي بتحصل في المجتمع. الحاجه اللي كانت بعد كده اللي هم المدربين نفسهم لما كانوا بيبقوا موجودين جوه المركز طبعا عندهم مشاكل في الجزء التمويلي. فده طبعا احنا بنشتغل على زي ما قلت لحضراتكم على الجزء التشريعي ان احنا نقدر ازاي نعمل هيد هانت كده للمدربين الجيدين ويبقى عندنا فلوس نقدر نتعلم فنضمن جوده اعلى في التدريس نفسه. الحاجات برضو اللي اشتغلناها مع او يعني وايز كان اشتغل معانا فيها هي وحدات الانتقال لسوق العمل. يعني احنا بنشوف في الجامعات اغلب الجامعات الكويسه القويه بيبقى عندها وحده معينه بتراعي وتؤهل الطالب اللي خارج من جوه الجامعه وبتتابعه كمان بقيه مراحل عمره. فطبعا كان لازم يبقى في حاجه بالشكل ده تبقى موجوده للطالب المهني والفني بالذات لانه في الاخر هو ليه دور زيه زي خريج الجامعه العادي. ده
بالعكس احنا بنعتمد وبين الوظائف مرتفعه ترقيم، يعني مش الوظائف كده اللي هي يعني بتجيب ربح سريع بدون ما تبقى بتدي فاليو للشخص نفسه. فكان وحدات الانتقال دي كان طبعا الحقيقه مشروعين شغالين عليها ان هم يفيدوا وحدات الانتقال في مدارس تدريب مختلفه ومدارس تدريب مختلفه ويدرب اللي موجود على انه المدرب اللي موجود ازاي يتعامل مع الطالب. الحاجه اللي بعد كده الطالب بقى نفسه. الطالب نفسه يعني انا كنت بقابل ناس كتير منهم حتى مش عارفه اصلا ينفع ولا لا، بس في ناس كتير كنت بقابلهم بيقول احنا بننجح وخلاص بنعدي. فماشي هو بيعدي، بس انت لو حسسته ان هو هيعدي بيها مش هيعمل معاه حاجه في الاخر وهيحتاج ان هو بيشتغل وظيفه ليست لها قيمه، مش عارف حتى يجيب مرتب يقدر يكون مع طلبات الحياه بتاعته، فكان لازم نبدا نعيد توعيه الطلبه دول ونساعدهم ان هم يفكروا بشكل مختلف. فبدانا ان احنا نتكلم على فكره رياده الاعمال داخل هذه المدارس، ان هو زيه زي المهندس مع طبعا مع احترامي للوظيفتين، بس هو في الاخر الصنايعي اللي بيقعد على المكنه او اللي بيعمل بيخرط الحاجه او بيطلعها او زي ما يكون. فبالتالي كان لازم يبقى عارف انه قيمته كبيره. شويه بنشتغل على الجزء بتاع البرسبشن والجزء بتاع رياده الاعمال ده هيفرق، لانه كان في حاجه معموله من قريب في اسيوط انا نزلت بنفسي لفيت وشفتهم. الطلبه بجد عاملين حاجات يعني رائعه يعني حاجات انا ما كنتش مصدقه ان هم عاملين حاجات، وفي نفس الوقت متحمسين بشكل غير طبيعي للاختراع بتاعه، حتى لو مش اختراع فيري سوفيستيكيتد بس هو حاسس ان ده حاجه قويه جدا، وحاسس ان هو مبسوط ان هو موجود في المكان ده وان الناس بتلف وبتشوف وبتسمعه، بس لسه ما عندوش الثقه الكافيه في نفسه في حته ايه؟ انه لو قعدت معاه شويه واديته بس ظهرك كده يقول لك بص مش معبرين بس احنا تدريب مهني. فهم حاسين بالنظره بتاعت المجتمع، فعشان كده كان لازم ان هو يتقووا ويتكرموا وياخدوا وضعهم عشان الناس تبدا تشوفهم بشكل جيد، وهو يبقى عنده ثقه في نفسه ان اللي هو بيعمله ده ممكن 1000 واحد زيه ما يعملوش، ما يعرفش يعمله وفي نفس الوقت يعمله يعني ارتفيشال كده من فوق، لكن ده اللي بيشتغل بايده. فده كان الجزء بتاع الطالب. طبعا الجزء بتاع الطلبه حكينا تقريبا بنتكلم على الجزء بتاع العرض. الجزء بتاع الطلب كان مهم جدا ان احنا نعرف احتياجات المصانع ايه. طبعا احنا كنا على يعني تعاون وثيق مع جهاز البحث في البدايه، لما كان بيتحط السيرفيز والدكتوره دي اللي كانت تنمينا المنطقه كانت شكل معين من الوزاره في مطلع الاسئله اللي هيتم استخدامها في السيرفي بتاع الفتح بالذات المنشات الاقتصاديه، وتم ادخال بعض الاسئله اللي اعتقد انها ربطت موجود بين الجهاز، وبناء عليه بدا يتم جمع البيانات. بس احنا الحقيقه كان عندنا ضغط انه بسرعه 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 يلا خلصوا عشان تطلعوا ببيانات تحديث قواعد البيانات بتاعت المناطق الصناعيه، وكمان تشتغلوا على الخريطه الاستثماريه. فقلنا عملنا سيرفي برضو احنا على قدنا كده في صغير داخل المناطق اللي تبعنا داخل المناطق الصناعيه، وبدانا ندخل دور تدور ونطلع منهم ايه البيانات اللي احنا عايزينها. ما كانش الدور بتاعنا ان احنا نعرف بس العماله، كان الدور ان احنا بنحدث بيانات المناطق الصناعيه وفي نفس الوقت بنشوف السبلاي تشين والفاليو تشين عشان نقدر نطلع خريطه الاستثمار الصناعي بالانشطه المختلفه ومتاكدين الى حد ما ان في طلب موجود عليه. واحنا بنشتغل على فكره يخرج معانا طلبات تخص العماله. فده فكرتي طبعا احنا ده مش هيكمل غير لما يخلص الاحصاء بتاع جهاز الاحصاء، لان في الاخر هو هيكمل لنا صوره كبيره، احنا كنت برضه زي ما قلت صغير فيه. وطبعا اللي بره المناطق الصناعيه قد يكون اكتر كمان من اللي جوه المناطق الصناعيه، وبالذات في الصعيد لان احنا بدانا في الصعيد في الاول. فده زي ما بقول لحضراتكم الالم وياسا اللي هو الليبر بورد انفورميشن مانجمنت سيستم، المفروض ان احنا بنشتغل فيه برضه تحت وزاره الاحصاء والتخطيط في الجزء ده مع التعاون مع وزاره الاي تي وطبعا المشروع بتاع تي باكو، بحيث ان احنا بنحاول نربط الصوره دي ونتاكد ان كل البيانات اللي بتطلع من عندنا او بتطلع من المسح اللي بيحصل انها متاحه لكل الناس وكل الناس شايفاها. وبدانا نعمل حاجات عكسيه برضه، نروح للغرف الصناعيه ونقول له حدد لنا احتياجاتك ايه، مش بس من العماله دي مشاكل، عشان اقدر ادخلها في الانوفيشن استراتيجي اللي احنا شغالين فيها مع المشروع الامريكي، بحيث ان احنا نبدا ناخد مشكلته، ومشكلته دي مش هتتحل بس بمهندس، مشكلته كمان هتتحل بعامل فني. وحتى لو بنعمل حاجه فيها رياده اعمال او انكيوبيتر فنبدا نحط فيها المهندس خريج كليه الهندسه ونقول له لازم تاخد معاك حد من المدارس الفنيه، بحيث ان انتوا تعملوا جروب وبناء عليه يبدا يتقدم بزنس. انا مش هطول عشان خلاص الدكتور حسام قال لي كفايه، فشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. حضرتك كنت بتتكلمي، انا كنت بسال
بصفه ان ده الجهاز المركزي للاحصاء، اي جهات اخرى بتعمل احصاءات هل يتم نقل النتائج الى الجهاز المركزي ولا لا؟ فهو برضه كده. الحقيقه احنا اي جهه او مؤسسه او جهه بحثيه او جهه حكوميه او قطاع خاص بيحب ان هو يقوم باي سيرفيس، القانون بيقول ان هو لازم يجي عندنا الجهاز عشان ياخد موافقه. الغرض من ده ان فيما يخص السيرفيس اللي فيس تو فيس، يعني حد هيروح يخبط على حد يا اما في الاسره يا اما في المنشاه، فالغرض ان احنا بنحمي المجتمع وبنقلل احتكاك. يعني ممكن حد يبقى بيعمل نفس الاجراء لما يروح للاسره النهارده ويروح للاسره بكره وهكذا، فاحنا بنحاول ان احنا نشوف وعلى موقع الجهاز وعلى الهوم بيج بتاع الجهاز موجود شهريا الابحاث اللي تم تنفيذها من الجهه اللي نفذتها، العينه بتاعتها ايه؟ توزيع العينه ايه؟ والموضوع ايه؟ والنتائج بتبقى متاحه للي عايز يستفيد من هذه الابحاث، لان احنا بنلزم اللي بيجري البحث ان هو يجيب لنا نتيجته. الابحاث زي ما قلت لحضراتكم سبب ان احنا نوافق او ما نوافقش هي عمليه تنظيم اللي بيستبعد. فطالما ان الموضوع مش مكرر بنوافق فورا، وكمان بنبص في الاستماره لو فيها بعض الاسئله اللي هي بتبقى خارجه عن بعض عاداتنا وتقاليدنا، لان في بعض الجهات بتاخد سيرفيز بتتنفذ دوليا في بعض المناطق وتبقى اسئله فيها ما فيهاش مشكله، لكن في مجتمعنا ممكن تعمل مشكله. مثال في بعض الابحاث كان بحث محدد، يعني كانوا بيسالوا البنات اللي فوق من 14 ل 16 عن طبيعه علاقاتهم الجنسيه. فطبعا الكلام ده متاح في بعض الاسئله، لكن لو جيت انا باحث عندي في البيت وسال بنتي انت ايه كذا ممكن يعني ابقى عندي رد فعل ايه؟ مش كويس. مثل هذه الامور لا سيرفي كان ممكن يتطبق في دول، وده سؤال ما فيش فيه مشكله في بعض الدول، لكن عندنا يعمل مشكله. فهو ده السبب ان احنا بنراجع ايه الاسئله، وايضا ما نعملش تكرار في السيرفي، لكن السيرفي اللي بيطلب وما فيهوش اي مشكله ويوافق عليه في ظرف 48 ساعه، ولما بيخلص بتبقى نتائجه محطوطه على موقع الجهاز ولخمس سنين سابقه بالشهر. يعني كل شهر الشهر الفلاني بتنفذ فيه كام سيرفي، اللي زي ما قلت لحضراتكم العينه قد ايه، توزيع العينه على المحافظات، الغرض منه ايه. ده بنحاول نخدم اللي بيفكر في بحث بيخش على الموقع الاول ويبص هل ده طبق قبل كده او ما طبقش. اسئله بسيطه جدا او بعض الحاجات اللي ممكن يكون لها انعكاس امن قومي او حقيقي، فلذلك نستشير في هذا من لهم علاقه ونوصل للمصلحه الاهم، المصلحه الكبيره ان احنا يبقى بنعمل الكلام ده واحنا ما حدش بيحاول ان هو ياخد السيرفي كوسيله لان هو يحقق هدف معين او يدي رساله معينه. بس كده. احب برضه اقول للدكتور ذات اللي هو احنا الموافقه بتاعت الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء على السيرفي بتاعنا كانت على طول قبل موافقه التضامن، قعدنا شهرين بعد كده استخدم موافقه حضرتك عشان نحاول نجيب بيها موافقه التضامن على قلت لك كفاءه وسرعه. احنا المصلحه العامه هي اللي بتربطنا تماما في كل التعاملات. شكرا. دكتوره دكتوره ديان بجد صديقة وشريكة العمل في رؤية 2030 اللي تشرفت إن أنا أكون مسؤول عن قطاع التعليم فيها لحد ما الرؤية طلعت مع أكثر من 70 خبير في التعليم وطرحت على صفحات صفحتي في الفيسبوك اللي بتشرف إن عليها تتم يوم واحد عشان نعمل ديسكشنز. صحيح كده في اخر 30% هم جيريوا بالرؤيه لوحدهم، فانا موافق على 70% منها، وده يكفيني ان انا اتمسك بيها في كل مجال عام، في كل لقاء عام، في كل لقاء خاص انا بتكلم على ان عندنا مرجعيه اسمها رؤيه مصر 2030. زي ما الامام علي بن ابي طالب قال
لا تستحي من اعطاء القليل لان العدم اقل منه، فانا لا استحي من الاخذ من القليل لان العدم اقل منه، بس يبقى عندنا مرجعيه بنقول احنا ماشيين عليها. ودينه بتاع رؤيه 2030 كانت هذه السيده المحترمه التي لولاها ما كان لهذه الرؤيه ان تصدر. وأيضا تعاملنا بشركة متخصصة تساعدنا في
الاهداف الاستراتيجيه. ايضا نفس الشيء عملناه في مساله المتابعه، وفي طبعا عدد كبير من يعني شايفه سواء في الجلسه دي او الجلسه السابقه عدد كبير من الخبراء اللي كانوا شاركين معانا في اعداد الاستراتيجيه. بالنسبه لاطار المتابعه زي ما قلت لحضراتكم ان احنا ابتدينا من اول اغسطس 2016 عملنا مجموعات عمل في كافه الوزارات، عملنا تشكيل معين لمجموعات العمل يضمن مساله التشاركيه. بدي لحضراتكم مثال لما نيجي نتابع ماذا يتم في قطاع الصحه، ما بتكلمش على وزاره الصحه انما بتكلم على كل ما من هو مسؤول عن تقديم الخدمات الصحيه او مسؤول عن الصحه بشكل عام. فبتكلم على وزارات زي وزاره الصحه، بتكلم على وزاره زي البيئه، زي حتى وزاره الاسكان والمرافق. دي كلها وزارات بتقدم وبتؤثر بشكل او باخر على الخدمه الصحيه وعلى مستوى الصحه في مصر. بنتكلم كمان مش بس على الوزارات، ولكن بنتكلم كمان على المجتمع المدني، بنتكلم على كافه شركاء التنميه من خبراء من طبعا جهاز مركز التعبئه العامه والاهل موجود معانا، سواء كان في مرحله اعداد استراتيجيه لكن كمان في مساله المتابعه، وايضا خبراء من المسؤولين من القطاعات القطاع الخاص والوزارات المعنيه هي اللي من حقها تختار هذه مجموعه العمل اللي بتشتغل معانا. ده كان تشكيل فرق العمل بحيث انها تبقى تشاركيه من ناحيه، ونبتدي نشتغل كمان بالتعود ان احنا نشتغل مش بس وزاره بعينها لوحدها، انما كافه الوزارات. زي ما حضراتكم عارفين انه نعاني بشده من مساله التنسيق والتكامل داخل الحكومه المصريه، فراينا ان هذا الاطار للمتابعه هيساعد على ان احنا نشتغل كفريق عمل واحد. نفس الشيء يعني نفس تشكيل فرق العمل تكررت بالنسبه للمحاور كلها، محور التعليم، محور البحث العلمي للتنميه الاقتصاديه، محور الابتكار والبحث العلمي، محور الطاقه. كانت المحاور الاستراتيجيه بتشتغل بهذا النظام. الحقيقه ما اقدرش اقول ان احنا حتى خطه العمل اللي حطيناها في اغسطس 2016 مجموعات العمل ماشيه عليها زي ما حطيناها، ولا الديليفربلز تمت بالشكل اللي كنا عايزينه. وطبعا تحديات كبيره جدا لانه بشكل اساسي ورئيسي يعني واضح وصريح انه احنا ما تعودناش على مفهوم المتابعه. ما تعودناش ان احنا حد يسالنا هو انتوا بتعملوا ايه؟ لانه مجرد ما بسال حد عملتوا ايه فبيبتدي يا اما نتكلم على انجازات على الورق او بتكلم على انه ادافع عن نفسي انا ما عملتش ده لان في خلل خارج، وابتدي كل حد يرمي اللوم على الاخر. فالحقيقه ده بيبقى يعني تحدي كبير جدا مساله ان احنا نحط نظام للمتابعه ونشتغل حواليه كلنا، ان احنا نقول عملنا ايه وما عملناش ايه وليه وايه المطلوب يتعمل عشان نحقق الاهداف اللي احنا حاطينها. لكن ده ما يمنعش ان احنا مستمرين وبنحاول قدر الامكان اننا نعمل تنميه قدرات في مساله المتابعه بشكل كبير. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا ما بتكلمش عن التقييم، فلسه ما جيناش تحت التقييم او المرحله الى هذه المرحله، احنا بس مجرد اننا نرسي قواعد المتابعه بشكل اساسي. الحاجه الثانيه اللي احنا عملناها ان احنا بنحاول اننا نستعين بمجموعه من الخبراء الخارجيين ما هماش من الجهاز الحكومي على اساس ان هم ايضا يقيموا ماذا يتم من او يتابعوا معانا ماذا يتم من انجاز. واخترنا مجموعه من الخبراء، كل خبير يشتغل على محور من المحاور ويشتغل مع مجموعه العمل اللي موجوده في الوزارات المختلفه، بحيث انه يخرجوا لنا بتقرير حقيقي يعني يخرج الى دور ان شاء الله ويتم اطلاقه في اواخر يوليو او اوائل شهر يوليو، على اساس ان احنا نعرف ماذا تم خلال عام 16-17، ماذا تم انجازه اذا كان في اي انجاز تم، وايضا هل المستهدفات اللي كنا حاطينها في 2020 هل هي ما زالت فعلت وفعلا هنقدر نحققها ولا صعبة؟ لان احنا زي ما حضراتكم عارفين في الاستراتيجيه عندنا مايلستون اولاني في 2020 وبعدين 2030. عايزين نعرف احنا بنقرب من المستهدفات اللي عندنا في 2020 وايه اللي مطلوب، علشان لو كنا مش قادرين نوصلها ايه اللي مطلوب نعمله كلنا مش بس كحكومه انما كمجتمع مدني وكقطاع خاص وخبراء واكاديميين، ازاي ان احنا نقدر ندفع في سبيل ان احنا نحقق هذه المستهدفات. فده التقرير اللي بيشتغل
دلوقتي مع مجموعة من الخبراء علشان نخرج. زي ما قلت لحضراتكم انه علشان نقدر ان احنا يكون عندنا نظام للمتابعة احنا محتاجين الحقيقة يكون عندنا نظام حاجتين اساسيتين. الحاجة الاولانية هي النظام الادارة بالنتائج او result based management، وده برضه من الامور اللي نجد فيها لسه صعوبة في اننا نقول بهذا. في بعض الجهود اللي تمت قبل كده وكانت الدكتورة شيرين الصباغ شاملة معانا فيها في وزارة التخطيط ان احنا نضع هذا النظام وما يبقاش موجود بس في وزارة التخطيط انما ايضا في كافة الوزارات ان احنا نشتغل على الادارة بالنتائج. فده امر برضه بنشتغل عليه لكن محتاجين الحقيقة دعم كبير جدا عشان نقدر اننا نحقق. الأمر الآخر هو مسألة الفورمات أو البروجرام بيست بادجيتنج أو الموازنات والخطط القائمة على أيضا النتائج. فدي من الحاجات اللي اشتغلنا عليها. دي أحد أولا البرامج الموجودة في الاستراتيجية في محور كفاءة المؤسسات وأيضا محور التنمية الاقتصادية، ولكن اشتغلنا عليه لأن وزارة المالية أيضا حددت 7 وزارات نبدأ فيهم إن هم يعملوا موازنة برامج وأداء هذا العام اللي هو العام المالي 17-18، العام القادم 17-18، وتقدم فعلا للبرلمان بجانب الموازنة القايمة على البنود تكون عندنا موازنات وخطط برامج وأداء. الفكرة بتقول إن أنا الإنفاق اللي بنفقه سواء استثماري أو جاري يكون مرتبط ببرامج، والبرامج دي مرتبطه بمؤشرات اداء. ودي برضو يعني ثقافه جديده ما هياش موجوده، على الرغم من انه حصل قبل كده تدريب في عدد من الوزارات من خلال المنظمات الدوليه اللي يكون عندنا برامج خطط وموازنات البرامج والاداء، ولكن كانت مجرد تدريب وكانت في بعض القطاعات ولكن ما عملناهاش سكيلينج اب. وبالتالي زي ما لو كنا بنبتدي من البدايه، لكن بنعمل دعم وتنميه قدرات للعاملين في وزارات التخطيط والماليه وايضا في 7 وزارات اللي هيبتدوا يعملوا او فعلا يقدموا هذه الموازنات والخطط للبرلمان 17-18. والسنه اللي جايه ان شاء الله لما نيجي معاد خطه 18-19 تكون كافه الوزارات تشتغل بهذا المفهوم. المفهوم ده هيساعدنا على اننا نحقق اهداف الاستراتيجيه، ولكن كمان هيساعدنا على اننا نترشد من نفقاتنا وندفع من كفاءه الاستثمار العام والانفاق العام بشكل كبير. انا عارفه ان انا طولت بس خليني اقول بنعمل ايه في جانب سوق العمل معلش سريعا. طبعا احنا عندنا مستهدفات في استراتيجيه التنميه المستدامه من حلول العام 2030 نوصل الى معدل البطاله الناتشرال امبلويمنت ريت او معدل البطاله الطبيعي اللي هو تقريبا 4-5%. احنا بنتكلم دلوقتي والجهاز اعلن من يومين ان احنا عندنا معدل بطاله 12%. بنستهدف 2020 ان احنا نوصل لمعدل البطاله 11%. 2020 ان احنا نوصل لمعدل البطاله 11%. ونتمنى طبعا اننا ما بحبش قوي حكايه ان احنا بنستهدف معدل البطاله، المفروض نستهدف تشغيل ونستهدف فرص عمل، لكن نأمل ان معدل البطاله ينخفض. الطريقه اللي بنشتغل بيها عشان نحقق ده هي طبعا من خلال الاستثمارات. احنا محتاجين اننا نرفع من معدلات النمو بحيث انها من ناحيه الطلب نحفز الطلب سواء طلب من القطاع الخاص او من خلال الاستثمارات اللي بتيجي من الاستثمارات الاجنبيه انها تخلق فرص عمل وتكون فرص عمل لنا. الفكره اللي احنا بنعملها اننا بندعم القطاعات اللي هي مولده اكثر من التشغيل. والحقيقه منظمه العمل الدوليه تدعمنا في هذا الاطار واصبح لدينا قدرات داخل وزاره التخطيط انها تقيس اثر زياده في الاستثمارات سواء العامه او الخاصه. الاستثمارات الإجمالية بتوفر فرص عمل وبتوفرها فين؟ فوجدنا إن في عدد من القطاعات تقريبا بالترتيب هي قطاعات الصناعة التحويلية، قطاعات التشييد والبناء، وأيضا قطاعات اليوتيليتيز أو المرافق، من القطاعات الحقيقة قطاع الزراعة، قطاع الاتصالات، من القطاعات اللي لما بندخل فيها استثمارات بتولد فرص عمل كتير. فده دي أول حاجة قدرنا إن احنا نوصل لها، وبالتالي لا
لما بنيجي نضع استثمارات عامه بتبقى في مجال في هذه القطاعات اولا او في القطاعات الداعمه لقطاع مثلا قطاع المواد التحميليه. احنا كموزع عام للدوله ما بنحطش استثمارات قويه في هذا القطاع، هذا القطاع بيقوده القطاع الخاص، ولكن بنعمل على انه البنيه الاساسيه على الاقل تستثمر فيها بحيث انها تساعد القطاع الخاص في هذا المجال. فبالتالي ساعدتنا الحقيقه وقدرتنا على اننا نشوف اثر الاستثمارات في اي قطاعات بتولد فرص عمل سواء مباشره او غير مباشره او ضمنيه، ساعدنا بشكل كبير. بنتعاون مع ايضا الجهاز المركزي للتوعيه العامه والاحصاء ومع منظمه العمل الدوليه وكافه الشركاء اللي اشار اليهم الدكتور محمد رمضان ان احنا يكون عندنا نظام معلومات لسوق العمل، لان احنا تابع تقييمه بشده عشان نقدر من ناحيه البوليسيز او ناحيه السياسات ناحيه الاستثمارات احنا نقدر نوجه في القطاعات اللي ممكن انها توفر فرص عمل. لانه الحقيقه علشان احقق العداله الاجتماعيه مش بس مجرد تنميه اقتصاديه، انما عشان احقق عداله اجتماعيه مهما عملت حمايه مش هقدر اوصل لتحقيق هذه العداله الا من خلال توفير فرص العمل اللي تخرج الناس فعلا من دائره الفقر وتوفر لهم دخل وحياه كريمه، وكمان ايضا يعني تلبي طموحات خاصه الشباب اللي هو يشارك في العمل. بشكر حضراتكم. شكرا دكتورة ريهام، شكرا جزيلا. طبعا انا مع في اتفاق كبير مع الدكتوره المغربل، وكنت مع الدكتور اشرف عربي ودلوقتي مع الدكتوره هاله، وانا ببدا بالاتفاق وبعدين بقول ان ما لا توجد رؤيه تنفذ في اي بلد من غير ما يكون في اداره مسؤوله عن تنفيذ الرؤيه دي ومتابعتها. قد تتغير اسلوب يتغير اسلوب تطبيق الرؤى حسب الحزب اللي بيحكم البلاد وحسب التوجه الناس بتختاره، لكن تظل الرؤيه ثابته. انا بقول في التعليم، انا هدفي من التعليم نظام مؤسسي مستدام عادل كفء مرتكز على المتعلم الممكن تكنولوجيا، ما حدش يقدر يغير الكلام ده. لكن هو هيبقى ممكن تكنولوجيا ازاي؟ ورينا بقى هتعمله ازاي انت، وجايز حد يبقى عنده وسيله اخرى. اذا كان النظام هيخلق مواطن مستنير قابل للتعدديه منافس عالميا، ويبقى ممكن تقولي انا هخليه يبقى منافس عالميا في اطار مختلف عن الاخر، لكن الرؤيه ما بتتغيرش. احنا في الرؤية 2030 في بعض المناطق زي المنطقة اللي انا كنت مسؤول عنها وصلنا فيها الى المؤشرات وتحديدها وامتى تتنفذ وتقاس ازاي وتكلفتها كام ومين المسؤول عنها. هنا مسألة ما عادتش بقى حرية متروكة للمنافس. فانا لو قلت انا في اللغة العربية مثلا، انا هديكم المثل ده ويهمني ان حضراتكم تشاركونا في كل الاطر الاخرى الاقتصاديه والسياسيه وغيرها الاقتصاديه. انا لو قلت جوده تعليم اللغه العربيه دي كلمه مكتوبه كده جوده تعليم، لكن ده جواها تعليم اللغه العربيه. واللغه العربيه بتتقاس امتى؟ ثالثه ورابعه ابتدائي. هو في نظام لقياس اللغه العربيه؟ لا يوجد. يبقى اذا لازم يكون عندي مؤشرات قياس اللغه العربيه بالتقويم طلابي مقارن مع باقي الدول العربيه. اخدها واروح بيه فين؟ اخدها واروح بيه جامعه عربيه، لان في نهايه الامر لو ما عنديش نظام مقارن مش هعرف اقيس نفسي بالنسبه للاخرين ولا اقيس محافظاتي بالنسبه لبعض. بتتقاس ثالثه ورابعه ابتدائي. فانا لو ابتديت التنفيذ النهارده معناها ان انا خدت سنه مع مدرسي اللغه العربيه لاعدادهم، مش كده اللي هي سنه اللغه؟ لما اخد سنه مع المدرسين وبدا تطبيقه من اولى ابتدائي، يبقى انا سنه 2021 هذا المؤشر ممكن اقول انا نجحت فيه ولا لا. الكلام ده لازم الاعلام يبقى بيشوفه، والكلام ده في كل نقطه من نقاط الرؤيه. في كل كلمه من كلمات الرؤيه المفروض نوصل لكده، انا سنه 21 هبقى افضل بلد بتتكلم لغه عربيه. القياس ثالثه ورابعه ابتدائي، القياس مبني على كذا وكذا وكذا. المسائل واضحه المعالم.
نتأخر فيها. طبعا لو تاخدوا بالكم انا بمرونة دمجت الجلسة الثانية بالجلسة الثالثة علشان لا اضيعش وقت الناس وما اضيعش وقتكم. فاللي قاعدين على البانل بيمثلوا جلستين مع بعض، البانل ديسكشن مع البرزنتيشن. ودخل علينا الدكتور احمد الجيوشي، مرحب بينا وزير التعليم شؤون التعليم الفني، واللي هو محمد حلواني اهلا بيك طبعا، ايه رئيس قطاع التعليم الفني. ورحبت اللي هو ابو بكر الجندي، دكتوره يوهانسن عيد، هي رئيسه هيئه ضمان الجوده والاعتماد، بس ايدك عشان يشوفوك، رئيس هيئه ضمان الجوده والاعتماد. هذه الهيئه من اهم الهيئات في مصر في التعليم، ولها دور في التعليم الفني المفروض انها هتقوم بيه ان شاء الله بشكل مختلف. وهذه الهيئه من اعمده تغيير نظام التعليم في مصر، وانا عندي امل كبير في رئاسه الدكتوره يوهانسن لهذه الهيئه لتكون اكثر فاعليه واكثر قدره، لانها بتضع المؤشرات مع الستيك هولدرز. ويمكن قياس هذه المؤشرات جايز في التعليم الفني يبقى عندك فرصه افضل من التعليم العام، لان العدد المدارس اقل، والمهمه في الجانب ده فيها سوق عمل وقطاع خاص ممكن القياس من خلاله. طبعا الدكتور احمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات المصريه، دكتوره يمنى الشريدي رئيس مجلس اداره الشركه الدوليه لصناعه الاغذيه الخاصه ورئيس جمعيه سيدات الاعمال، وانا معايا طبعا الدكتوره رشا عبد الحكيم خبير اقتصادي مكتب التنميه الاقتصاديه للوكاله الامريكيه. ولاني ضميت الاثنين على بعض، وبعد ما الاسئله تبتدي واللي هو ابو بكر يجاوب على شويه منها هنقول له تقدر تفضل، عشان هو سايب مجلس الوزراء وسايب اجتماع مع وزيره الاستثمار ووزيره التخطيط عشان يبقى موجود مع حضراتكم النهارده. انا بتكلم شكري لحضرتك. الدكتوره دينا كفافي هتتكلم على السياقه المنهجيه، والدكتوره حنان جرجس هتتكلم على نتائج الاستطلاع اللي اتعمل في اطار مهارات العماله واداره الموارد البشريه، ثم تقييم السياسات دكتور خالد عبد العظيم، ونبدا مناقشه مع الفلور مع الساده الموجودين ومع حضراتكم في هذا الامر. هطلب بعد كده من الدكتور احمد الجيوشي في امينه، لا امينه صاحبه البيت، ممكن هي في الاخر امينه لان هي المنظمه والمسيطره علينا كلنا. طبعا امينه لان شكرا، اتفضلي دينا. Thank you.
عشان توصل لحلول مشاكلنا عليها أكثر. المرحلة الأولى تمت على أكثر من مستوى. المستوى الأولاني الأول كان هو دراسة سوق العمل المصرية على المستوى الوطني بشكل عام. دراسة الإطار العام لسوق العمل المصرية وراجع للدراسة الاستراتيجية اللي امتدت على أكثر من 20 سنة، تحليل مؤشرات سوق العمل والتنافسية على مستوى الفني والتعليم أيضا، وتحديد أهم التحديات المتعلقة بالسياسات والإطار التشريعي وتحديد أيضا الأطراف الصلة على المستوى الوطني اللي ممكن تساعدنا إلى تنفيذ الأهداف والبوليسي ريكومنديشنز بعد. بعد كده انتقلنا للمستوى الخطوات فحللنا مؤشرات سوق العمل ومؤشرات اقتصادية على مستوى القطاعي وعلى مستوى المحافظات. وفي يعني النقطة دي لازم أشكر الست اللي بقى بروح الجنسي اللي احنا اعتمدنا على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء اللي هي الحقيقة مؤثرة جدا بشكل كبير ومتاحة في المناطق الاقتصادية. أيضا وعد على الدراسات الاقتصادية على مستوى القطاعي ومستوى المحافظات، تحليل العرض والطلب للمنارات، وأيضا مناقشة وتحديد الأطراف الصلة على مستوى المحافظات المختلفة. أما بالنسبة للمحور المهم أو اللي هو خاص بمشاركة المرأة، إحنا راجعنا مرتفخة لقينا حوارات استثنائية أو إندكس انترفيوز وكي انفورمال انترفيوز مع خبراء في قضايا المرأة، وكان في أكثر من استطلاع رأي عبر الهاتف من واحد مخاطر لخريجات المدارس الثانوية الثانية. وحللنا كل المؤشرات من منظور واحد. المرحلة الثانية طبعا احنا كنا في المرحلة الأولانية بعدد كبير من التوصيات هيتكلم عليها الدكتور خلال تعطياتي في المرحلة القادمة، وحللنا الأولى بالتأكيد عليها لأن هي دي ممكن في أول ما تبث المشكلة في سوق العمل المصرية، ونمرة اثنين هي دي ممكن من خلال دعمها احنا ندعم الصناعة والاقتصاد في مصر زي ما قالت وزير التعليم الصبح، اللي كانت ترتكز على اساسا الشباب وموضوع الاكتفاء الاكبر في سوق العمل، وايضا خريجي المدارس الثانويه الفنيه لان نص منهم في حال بطاله في سوق العمل المصريه هم من الفئه دي. رغم ان معدلات البطاله لدى خريجي الجامعات اعلى، الا ان حجم فرص العمل من خريجي المدارس الفنيه اكبر